العين بتسوح وتقاسي. بابا أنا رايح. بابا ليش مستعجل؟ بتعرف اليوم الخميس عندي مخبر بكير، بس بخلص الظهر بمرق لعندك. وين رح تكون؟ ما بعرف. حكيني. بابا حضر لي مبلغ محترم. شو بتشتري لي؟ نعيما. الله ينعم عليك. باي. أنا رايح. ماما بدك شيء؟ ما بدك تفطر بالأول؟ لا مستعجل، أكل سندويشة. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير حبيبي. باي. باي. يلا حبيبي القهوة جاهزة. يلا خلصت جاي. مازن يلا تعال بقى بدي احكي معك قبل ما تجي السيارة. يلا فورا فورا. ايه ستي كلي اذان وصافية. أنا بس حبيت ذكرك إنه اليوم في مناسبة. معقولة أنسى أحلى يوم بحياتي؟ بعرف إن اليوم عيد زواجنا، وبعرف إنه في تحضيرات عم تتم صار لها شي أسبوع، وبصراحة حتى ما أكذب العصفورة وشوشتني. يحرق حريشها السوزي، ما بتنبل بتمها فولة هالبنت. لا حرام لا تظنيها، هالمرة الفولة انبلت بتمها. أنا اللي خبرني هو النضال. اتصل فيني عم يقول لي عندك مانع انه تكون الهديه لسمر لحالها مو لكم انتوا اثنين؟ وبتعرفي بقى الاستاذ نضال ودقته انه ايمتى الحفله؟ 9 ولا 9:30 ولا 9:30 لـ5؟ لك ما انه انا قايلت له لسلمى اوعك نضال يحكي له شيء لمازن. بس على فكره هيك التهمه ثابته وبالدليل القاطع. لولا نضال ما كنت تذكرت. هلا فورا اشتغلت الشؤون القانونيه؟ لا يا ستي انا متذكر، وبالاعلامي انا متفق مع سوزي ومنى ومحضر لك مفاجاه رح تعرفيها اليوم المساء. ما العنهم عم يتأمروا معي ومعك دبل ايجنت. انا اجت سيارتي لازم امشي. انت امتى نازل؟ هلا بعد شوي بدي فيق سوزي وروح نشوف منى مشان نجيب المفاجأة. صدقتك انا. محمد بوعزيزي ذاك الشاب الذي أصبح رمز ولاية سيدي بوزيد وكل تونس، شاب حرق نفسه رافضا سياسة الظلم فثار الشعب وأسقط النظام. في حي فقير وبيت متواضع عاش الشاب ومات غير بعيد عن المكان. الأيام الجيدة بالنسبة لك يمكن لتكتشف فيك مزايا وصفات أنت ما بتعرفها سابقا، من الأيام اللي فيها أجواء مميزة، فيها أشياء إيجابية، فيها لقاءات، فيها تواصل مع الآخرين. صباح الخير دكتورة. صباح النور أبو علي. خاصة لو حابب تضع نقاط على الحروف، طبعا اللون المشهور فيه أو اللون الحظ خلينا نقول اللي مشهور فيه عزيزنا مولود برج الحمل أو اللي بجيب له الحظ هو الأحمر. عزيزنا مولود برج الثور صباح الخير. عم تثبت اليوم بجاذبية وبقدرة على التواصل مع محيطك. يوم الجيدة فيها تفاهم مع الآخرين، فيها محبة، فيها دعم. ان شاء الله كل سنه وانتي سالمه دكتوره. عقبال 100 سنه وانا متاكده انكم حتكونوا مع بعض. بتعرفي انه انتم بالنسبه لكل الناس زواج مثالي. ايش حاجه كولكي؟ روح جيبي لي البريد يلا. كولكي شوفي وشك كيف منور. 24 سنه هدول مدام مو قليله. لك خلصيني بقى، هاتي البريد بدي اطلع بكير اليوم. اصلا قانونيا كان لازم اليوم تداومي. قانونيا يا مضلضمه. ايه روحي قبل ما احيلك لمجلس تقديم. ها حسب اي ماده؟ منع موظف من تأدية مهام وتعطيله بسبب الكولك الزايد. يلا.
بابا جد فتحت اللابتوب. معلش حبيبتي، هذا مشروع جديد وجماعه مستعجلين، لازم اخلص لهم البروبوزر. الله يخليك مليون اجل. استني بابا، رح تخربي لي الشغل، انا بسكره خلص. وكمان من الصبح اخبار. طيب اتصلي بمنى مشان تلاقي لنا بالمحل. اتصلت فيها، بتكون صارت هنيك. عظيم، معنا توفرت علينا التدوير على الهدية. يلا بابا قوم معي. يلا بابا، يلا الله يخليك. هاي سوس. هاي. شو ليش ما رحتي بسيارتك؟ لأنه اليوم بدنا نتحرك سوية. قلتي لي سوية أنا؟ أكيد هي أفكار هالفصعونة. هلا أنا فصعونة؟ لعلمك أنا السنة الجاية بصير جامعة. مول تاخدي البكالوريا بالأول؟ بالله أنا من العشرة الأوائل، مو هيك مون؟ عشرة أوائل؟ لا هيك زودتيها كثير، يعني قولي المية الأوائل ممكن. حتى أنت يا شقيقتي. وشاهد شاهد من أهله. شغلك بهيك يوم والله كان لازم تاخذي اجازه. اجازه اخذتها الاحد، هيك بصيروا ثلاث ايام للاحتفالات، بس هذا عقد التجهيزات كان لازم خلصه اليوم. بعرف. دكتور انا حطيت لك نسخه على الكمبيوتر، اذا في اي تعديل اللي بنعمله بسرعه، انا رح استنى في المكتب. لا شو تستني، خلص قريته بيرفكت، ما بده اي تعديل. انا بدي اعدل على الدكتوره سمر الخليل. خجلتني دكتور. ايه سمر، وين الاحتفال؟ بالبيت مع الولاد على الضيق، اذا عندك وقت جيب رانيا وتعو. بشوف ولو انه صعبه، بس والله مشتاق له لمازن. اذا ما اجيت اليوم بتبلغيه، بتقولي له كمبيوتر الوزير شخصيا تعطل وما عم يقدر يفوت على السيستم. خلص هلا فورا بقول له يجي. لك لا لا ما في شيء، اصلا انا ما بخلي حدا يمد ايده عليه غير مازن، بتعرفي شغل جوزك بيرفكت. بس عن جد هالوزاره هلكتني. بتعرفي قديش كنا نشوف بعض انا ومازن؟ هلا صار لي اكثر من شهرين ما شفته غير على السرير لما عمل لي تشيك اب على الكمبيوتر. رح وقع العقد معه اليوم. انطلقي انت اجازه. لامتى؟ للتنين. ايه بتجيبي مازن معك. يلا كل سنه وانتم سالمين ومع بعض مثل السمنه على العسل، ولو انه هالشي بديهي بحالتكم. حاولوا تيجوا. منحاول. سلام. ايها يسلم هدياتي يا دكتورة سمر. تفضلي بابا. مع سمر تحلو القهوة. هاي فنجان قهوة كامل. الله يسلم هدياتي يا بابا. اعطيني نظارة. عمتي القهوة. لك اتركيها هلا بتبلش البنوعات. سامعتك سامعتك. هلا انت تنبسط على جية سمر لانك مشتاق لها، ولا لانها بتفلت لك الحبل على الغارب؟ حبل على الغارب؟ والله مالك موفقة بهالمثل يا زهرية. حبل على الغارب بيفلتوه للدابة مو للبني آدم. لينا كل كلمة بدها استشارة من مجمع اللغة العربية. عمتي هلا انتوا هيك مقضينا؟ منين يا حصرتي؟ الله وكيلك ما بيحكي معي إلا بالقطارة، مقضي لي إياها يا كتب يا أخبار. مو أحسن ما نسمع محاضراتك الطبية. طيب بابا شو قلتوا؟ يا بابا انت بتعرفي انه انا ما خرجي سهر. انبسطوا انتو، بس بكره بتجيبي مازن والولاد، حاكم مشتاق لهم كثير. انا مشتاق لهم ولا مشتاق لمازن؟
الله وكيلك بيسأل عليه أكثر من ما بيسأل على رامز. يا والله أنا بحبه مثل رامز ويمكن أكثر. هو كمان بيحبك كثير. يا عمتي وأنتي؟ وأنا والله يا ريت ما بقدر. بس وينك؟ بدك تبوسي لي مازن وبتقلي له باقي سنة بيصيروا ربع ورقة. وقتها منعمل الحفلة المطنطنة. طيب يلا باي باي. مع السلامة. انبسطوا انبسطوا. الله معك. مع السلامة. يا ابو علي استاذ الاغراض كلهم صاروا معي بالسيارة. والمدام وينها؟ راحت لعند الوالد وقال حضرتكم حتكونوا بالبيت. يلا 10 دقايق بوصل البنات. وانت معنا ابو علي؟ اوعى تكون عم تحكي بالتليفون وانت عم تسوق. الله وكيلك يا استاذ حاط السماعة. ماشي هالمرة سماح. يلا 10 دقايق بنوصل يا بنات. نحن اتفقنا اليوم ما في شغل. حبيبتي شغلي بخلصها وبجي ما بطول. خبوا الهدايا منيحة. لا توصلي حريص. باي بابي. مع السلامة. بابا ما تتأخر الله يخليك. لا شغلة صغيرة وبرجع. يلا باي باي. باي. أبو علي البنات وصلوا على البيت. انا قلت سيد الوالد اني عندي التزامات سابقه وكنت محتاج لاسبوع. بعدين السيستم اللي انتم طالبينه بيحتاج لوقت التفرغ الحقيقه. المهم انك تتفرغ لنا صرنا زمان عم ننتظرك. تفضل. لا مو لهون لهنك تفضل. في الصحه ان شاء الله بخير. تمام. هذا سيدي في كل المعلومات وقائمه بالمستلزمات اللي لازم تنشرها. تنشرها؟ حضرتك اللي لازم تشتريها. أنا آسف يا مدام بس بصراحة ما بحب أدخل بقصة المصاري. طيب نشتريها أنا وأنت. أنت بتتكفل بالتقنيات وأنا بالمصريات. طيب هيك ما في مانع. شو؟ اليوم منبلش؟ والله مع الأسف اليوم عندي وضع خاص يا مدام. بس خليني أشوف. شو رأيك الأحد مثل هالوقت؟ أي كويس. بس شو هو الوضع الخاص اذا مصر يعني؟ لا ابدا ابدا مصر. بس اليوم عيد زواجنا ال 24. ايه لا تقول 24 لساتك شاب. شكرا هذا ذوقك ولطفي. بس الحقيقه صاروا 24 سنه فعلا. نحن تجوزنا اول ما تخرجنا على طول كنا صغار يعني. زوجتك الدكتوره سمر الخليل اخته للدكتور رامز الخليل ما هيك؟ ايه صح مزبوط. وبنته للعالم عماد الخليل. عائلة عريقة كتير. شكراً. بس منين عرفتي كل هالمعلومات؟ بالصدفة من ناس صحابي. طيب أنا لازم أستأذن. بالمناسبة رقم تليفوني والإيميل تبعي موجودين على السي في إذا حتشتري. أوكي. شكراً. يلا سلام. عيد زواج سعيد. شكرا كلك زو. كلك زو. 50 سنة.
في صعوبة بس لسه الأمور بأولها. باين عليه كتير بحب مرته وفخور فيها. بلا لك يا مستحيل تزبط معك، أصلاً الناس بيضربوا المثل بزواجهم. إيه لا حبيبتي، بكرة بتشوفي ما في رجال مخلص، هيك علمتني التجربة. ألف مبروك، طول عمره مزروق مازن. من وين لوين؟ البنات هن اللي نقوا. فعلا مثل ما بتقول عنك سمر، ما بتنبل فولي بتمها. هيك يا سمر وانا اللي وراك بتصير. طول بالك، طول بالك، لا تصدق انا مازن، هو بس بغار من طبيعتك وتلقائيتك. قصدك من هبلنتو. الو مين؟ سوزي؟ خالو رامز، خالو رامز من بوسطن. خالو انا السنه رح اخذ شهاده البكالوريا وجاي نفسك على لقب افضل طبيب في بوسطن والولايات المتحده. اهلين رامز. اهلين سمور، شو كيف الاحتفالات؟ يا حبيبي انت متذكر؟ معقوله انسى؟ هذا اليوم محفور بذاكرتي، وانا دائما بقول لاصدقائي هون اللي ما بيامنوا بديمومه الزواج انه اختي وزوجها لهم 24 سنه وعم يعيشوا مثل عصافير الحب. شكرا حبيبي، شكرا. لا 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 لا، ما بدنا بك، بدنا فرح. اعطيني العريس، مشتاق له كثير. هلا هيك نالك تبكي الغاليه. اهلين ابو المزن، لا تخاف، هاي دموع الحب. شو هاد يا ابو الرموز، كل ما عم بتطول بالبحث العلمي كل ما عم بتصير شاعر. اهلين ابو النضل، صدقني ما بيجيني هذا الحكي الا عن مازن وسمر. رميز دخلك المنصب، شو اخباره؟ شو رايه باللي عم يصير بتونس؟ جانن اخذ اجازه وبده ينزل على تونس، قال صار له سنين عم يستنى الثوره ومعقوله ما يحضرها؟ بالمناسبه قال لي سلم عليكم وهنيكم، بتذكر عيد زواجكم؟ ايه طبعا، ما هو شاهد زواجنا. قصدك المعجب الابدي؟ صديق الابدي. رامز قل له بتسلم عليك سمر وبتقول لك الله محيي التوانسه. ايه والله تحيا تونس الحره خالو. شو حلو سامي، عم تهتم بقضايا الامه. مو بيقول الولد تلتينه لخالو؟ حيلك كان شد لي حيلك، عم استناك، بحبكم كثير. بوس لي العروسه الصغيره منى وقول لها هديتها جايبها معي باكتوبر. حبيبي يا خالو، ما بدي غير سلامتك. سلام لكم كلكم. شكرا رامز، شكرا، دير بالك على حالك. رامز حبيبي منحبك كثير ومشتاقين لك كثير، ومكانك فاضي. ها يلا باي باي باي، انبسطوا. سلام يا شاعر. باي خالو. باي خالو، دير بالك على حالك. باي رامز. باي باي باي. اجوا الضيوف. اهلا وسهلا. هلا سلام. اهلا مرحبا، كيف صباحك؟ اهلا مرحبا، تفضل تفضل. شكرا، اهلا وسهلا، ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا، شرف شرف، تفضل تفضل. ومواصفاته وبعدين طريقه الصيانه والخدمات. هلا هون احنا اول شيء عندنا مواصفات السيستم، هذا السيستم فيه اربع سيرفرات، كل سيرفر بيسع تقريبا 22 تيرا. السيرفرات هي كل واحد بيقوم بوظيفه، مثلا عندنا هون اذا بتلاحظي هذا خاص بمراقبه. يمكن لاحظتي مدام انه الوكلاء لما عم يعرفوا انه نحن مستعجلين عم يرفعوا الاسعار. وانا بصراحه برايي نحن نراسل الشركات مباشره ونطلب من كل شركه الشيء اللي نحن بدنا اياه، وهيك رح يجينا عروض ممتازه. ايه خلص، معناته بكره بتشرف لعندي على المكتب، نفتح النت منراسل ومنشوف. بس ارجوك بدي كل شيء يصير كثير بسرعه لانه قربنا الافتتاح وما بدي نتاخر. تاكدي اني رح اشتغل بالمشروع ليل نهار،
وفي مجموعة من الشباب الموهوبين رح يساعدوني. إن شاء الله رح أخلص على الوقت. والله ما لي عارفاني كيف بدي أشكرك يا أستاذ مازن. ولو يا مدام. بلا هي كلمة مدام. اسمي سلاف، سلاف حاف. طيب سلاف. معناته هلأ بقدر أقول لك مازن ولا ما بصير؟ لا لا بالعكس، أنا ما بحب الألقاب أبداً. لك مازن شو وصلك؟ لا بترد على موبايلك بالمكتب مع الدوامت؟ تكون عم تلعب بديلك ها؟ على هي زبونتك شي رفع كتير. سلام، حكينا وانتبه لتوقع على راسك جكة. سلامات. والله يا استاذ صار هي عاشر مره عم دق. انا ابو سليم ما بعرف شو صاير عنا لهالكمبيوترات، ما عم تجاوب. دخيلك تمرق اليوم، حاكيني لو اخر الليل. حبيبي شو قصتك انت؟ ليش ما عم ترد لا على الموبايل ولا على المساج؟ الو مرحبا سمر حبيبتي. شو حبيبي؟ نسيتنا؟ لا حبيبتي مو هيك القصة. بس صدقيني كل النهار كنت مشغول مع الزبونة الجديدة. كنا عم ندرس عروض الأسعار ونوعية الأجهزة، والظاهر ما رح نتوفق، ما رح نلاقي هون. لازم الرسم برا. لا هلا. ليلى معزومين. الوزير عامل عشاء لمجموعة الشركة اللي تعاقدنا معها، وأكد علي إنك لازم تجي، قال بيزعل منك. حبيبتي أنا كثير مشغول. في زبون طالبني حالة إسعافية، كمبيوتراته واقفة. ايه معلش بتروح بتشوفه، تشوف اذا شغلته مطولة بتأجله لبكرة. طيب شو اللبس رسمي؟ ايه طبعا بالارت هول. معناتها لازم ارجع على البيت. اوكي لا تتأخر وافتح موبايلك ها. طيب خليني اشوف الزبون وبحاول جهدي. واذا تأخرت سبقيني. مع السلامة. باي. أهلين أبو سليم، كيف صحتك؟ شو القصة شو صاير عندك؟ طيب يا أبو سليم رح أجي أشوف شو الحكاية وبركي بكرة إن شاء الله. حبيبي أبو سليم وحياتك أنا مرتبط اليوم على العشاء. هلا ارتباط رسمي أنا والمدام. طيب يلا ما بتأخر عليكم. ماشي سلام، الله معك، مع السلامة. We're also very happy to be here, and we to sign this contract with you, and we think it's going to bring us a very good future. رني له مرة ثانية وإلا بينسى حاله. هو وصل على البيت بس يغير ثيابه وإشي. طالما قام من قدام الكمبيوتر معناتها هانت. أهلين مد... أهلين سلافة، خير في شي؟ ما في شي، اشتقت لك. عفوا؟ شو ما كان قصد عم بمزح، بس أنت تارك لي رسالة إنه ما بتقدر بكرة قبل الظهر، قلقتني. لا أبدا ما في شي، بس في زبون عنده حالة إسعافية. ليش حضرتك دكتور؟ لا بس هيك بنسمي الحالات الطارئة. وقع السيستم كله عند الزلمه، فرحت اشتغلت له شوي وبكره ان شاء الله رح كمل. وبعد الظهر رح اجي لعندك. وليش ما كملت اليوم؟ والله معزوم على العشاء. يعني يالك رايح تشوف ناس وتنبسط، وانا يا حسرتي على حالي. لا ما بدها نيالي، والله عزيمه رسميه. الوزير عنده وفد اجنبي فعازم سمر وعازمني معه. شغل لسمر يعني. ايه الله يهنيكم. شكرا. موعدنا بكره بعد الظهر. صباح الخير. وانت من اهله مازن؟ Yeah,
But actually, I'm doing that for money now. Yeah. Yes, you do. Of course. this is you must have so clever and something you must answer so smart, right? We all love the food, and it's just like we read this food just from books and also on TV. They're very nice. We're impressed. We're really impressed. Thank you. شمتانة بكره بتشوفي شو رح اعمل فيه. قولي يجي بالاول لتعملي. حبيبتي بيجي وبتشوفي. ايه خليه يتفضل. انا اسف تاخرت عليك شوي، بس ابو سليم كان عنده شغله، خلصت لي اياها مشان تفرغ لك. وهلا شو مازن؟ تفرغت لي؟ ايه تمام. شو رايك نحن نبدا؟ وين اللابتوب تبعك؟ ليك على الطاولة هنيك. طيب يا ستي، هلا انا وانت رح ندخل على النت نشوف الشركات والمواصفات والاسعار، وبعدين اللي بيعجبنا بناخذ عنوانه. تفضلي. بناخذ عنوانه وبنراسلهم. يعني انت بتعملي الطلبيات وبتشوفي طريقه الدفع. شو في شيء مو عاجبك؟ بالعكس عاجبني، عاجبني كثير. طب نبلش؟ يلا منبلش. هلا بدي اياك تدخلي على النت وتفتحي ايميلك. انا رح اعمل لك فورورد لكل الشركات اللي نحن رح نعتمد عليها، وانت بتراسليهم، يعني كل ما هنالك انت تملي الفراغات. طيب ليش ما بتفتحوا انت؟ بس انا ما بعرف اليوزر نيم والباسورد. يعني معقولة تركب لي كل السيستم وخبي عليك اليوزر نيم والباسورد تبعي؟ ليمو متصل رامز. يلا يا بابا ما احن وما اطيب قلبه. لو تشوف شو حكى مع مازن بكانه. مازن بكي؟ مازن حنون كثير. بعرف يا بابا، بعرف. الله يهنيكم وتشوفوا أولادكم هيك مثل ما شفتكم بأحسن الأماكن وحياة سعيدة. بتصدقي يا بنتي، أنا رغم هالقعدة اللي قاعدها وهالشلل إلا أني بشعر حالي أسعد إنسان بهالدنيا. بشوفك أنتي ومازن وولادكم وأخوك رامز اللي وهب حياته للعلم ورفع راسي بالعالم. بحس انه حياتي وحلمي مستمر فيكي وفي لك. الله يخلي لك يا رب. يخلي لك يا بابا. شو انا شايفه المسلسل مكمل هون، هي الحلقه خلصت من زمان. ما كان ناقصنا غير مسلسلات عمتك التركية. لك اخ يا عماد، ليش نحن شو ورانا؟ تركي عربي خلينا عم نتسلى، كله بكي بكي. صار وقت الاخبار، خلينا نشوف الاخبار. طيب انا لازم امشي لانه الاولاد لحالهم. ليش وين مازن؟ مازن مستلم مشروع كبير وعم يشتغل فيه ليل نهار. الله يعطيه العافيه. اي بابا بالسلامه، بوسي لي مازن والاولاد. اكيد بيوصل. بالسلامه. اهلين عمتي. ولكن صبيحه هذا اليوم انطلقت مسيره سلميه جابت شوارع المدينه
رفع فيها المتظاهرون شعارات تنتقد السلطة وتطالب بإطلاق والله سرقنا الوقت. دائما بيسرقنا الوقت وما بنحس. قد الساعة؟ واحدة. بدك تساعدني تسكير المكاتب لأنه ما ضل حدا بالشركة. مو مشكلة. يا الله الشوفير ما عم بيرد. يا الله شو بكره اسوق لحالي بالليل بخافنا. بصيتها أنا بوصلك. ما بتعصبك. لا ما في اعذار. يلا نمشي. بدي ضب لابتوبي وروح اطفي الكهرباء. تركي أنا بضب. أنت اطفي الكهرباء بس. ميرسي. طفيت القاطع مو بقصدي. طيب بسيطة يلا. يلا. شكرا انك ما موجود لاني كثير بخاف من الهكمة. لسه ما اجى. طيب معقول هالحكي؟ شو هي معقول ماما؟ على اساس هي اول مرة؟ لا مو اول مرة، بس اول مرة ما بيكون بمكتبه ولا بيرد على الموبايل. شو دكتورة؟ تحركت مشاعر الغيرة عندك؟ لك شو غيرة انت الثاني؟ لا مو هيك. بس انا عن جد قلقانة عليك. طولي بالك ماما، بيكون عم يحل له شي معضلة كمبيوترية لا يحلها الا المهندس العظيم مازن عامر. ان شاء الله يكون هيك. انت ليش ما نمت؟ شو عندك بكره؟ ما حطلنا ماما. اي صح حطلته. انا يمكن ما صحيت لسه. طيب لهيك قومي نامي ماما، انت بكره عندك دوام بكير. لا استنى شوي. كأنه منى تجوزت بكير كثير؟ بكير كثير. هلا عمرها 23 سنة، وصل لها سنة متجوزة. بس قالت لي بابا هي أنت وماما تعرفتوا على بعض صغار وتجوزتوا، وصلكم مع بعض 24 سنة. ولساتكم أحلى كوبل، وأنا وسهيل بدنا نعمل نفس الشيء. هو شو بيشتغل؟ اثنيناتهم درسوا معلوماتية وعاملين شركة صغيرة، بس مستعجلين بدهم يوصلوا بسرعة. سوري من هي البوابة بدنا نفوت. أوكي. وبينتقدوني، بعيبوا علي قال أنا دقة قديمة. ولو استغليت موهبتي كما يجب كنت هلا باللوج. شو يعني باللوج؟ هي جاي من السينما. يعني الأكابر بيدفعوا شوي زيادة فبيقعدوا باللوج. فالأكابر بقى هني الناس اللي بيقعدوا باللوج. بس أنت وضعك كثير منيح. ماشي الحال. أنا هيك مبسوط وأكثر من هيك بنتزه. أنت ما حكيتي لي عن حالك؟ لا أنا قصة طويلة كثير كثير. بكرة بحكي لك إياها. يلا شكرا كثير على التوصيلة. تعيك اليوم. أنا بصدق هون؟ وأنا عند كلام. طيب منشوف. باي. سلمي على الوالد. وصل. نورس أنت خليك من هنيك، سكر البوابة بعد ما يطلع الأستاذ. ايه شو مركبتي لي كاميرا متابعه؟ والله العظيم صرت شك بحالي. لتكوني حاطتي لي خليه مراقبه. ما بدك كاميرات ولا خلايا مراقبه، انا عم شوفك عبر شاشات الخطه الجهنميه اللي رح توصلك لمصيبه. بتعرفي شو بيخطر لي؟ ما بقى ارد عليكي بالمره. ما بتقدري.
وليه بقى؟ لأني صوت ضميرك. ايه هلك بابا، أنا آسفة لكون فيقتك.